دلوقتي احنا صدر قرار من كلية العلوم بتعيين كل الأقسام التانية ما عدا القسم بتاعنا، وده طبعا فيه ظلم كبير لينا لأن احنا من ضمن الثمانية الأوائل على الكلية، وصدر تعيين صدر أمر بتعيين 8 طلبة على مستوى الكلية. دلوقتي احنا لجأنا لرئيس الجامعة واستنجدنا بيه عشان ناخد حقنا، وهو في الآخر خالص قال لنا ده قرار مجلس كلية ودي حاجة أنا ماليش دعوة بيها، وأنتوا القسم بتاعكم ما طلبش، مع إن احنا معانا أوراق رسمية بتثبت إن احنا القسم بتاعنا طلب معيدين من مجلس الكلية، ومجلس الكلية في قرار في شهر 7 في المجلس بتاعه كان موافق على قرار تعيين كل المعيدين. فدلوقتي طبقا للقانون المفروض بيقول ان لما يجي يتم تعيين المعيدين بيتم تعيين على حسب الاعلى في التقدير، واحنا لينا زمايل كتير جدا اتعينوا في الاقسام التانية وهم جايبين تقديرات اقل مننا، واحنا على الرغم من احتياج القسم الشديد للمعيدين ما تعيناش على الرغم ان احنا جايبين تقدير اعلى. ما حدش جاب لنا حقنا، لا دكتور ياسر صار رئيس الجامعه جاب لنا حقنا، ولا عميد الكليه جاب لنا حقنا ولا حاجه، فاحنا اضطرينا ان احنا نروح نرفع قضيه، يمكن القضاء هو اللي جاب لنا حقنا في الموضوع ده. اسمي احمد سعد عبد السعيد، خريج كليه العلوم جامعه حلوان سنه 2012، تقدير امتياز مع مدرسه الشرق، الترتيب الاول على القسم جيوفيزيكس. المشكله ابتدت ان انا تخرجي السنه اللي فاتت من القسم، ابتديت اشتغل معيد في الكليه معيد انتداب على نظام اجر بناء على قرار من رئيس القسم بتاعي، وفي انتظار التعيين. اول ما التعيين طلع فوجئنا ان ياسمين مش موجود فيه، انا مش من الناس اللي في الشغل بتاعتي والقسم بتاعي. ابتدينا نتجه طبعا تصفيات الطبيعي، ان احنا رحنا اول حاجه لرئيس القسم قال لنا ان احنا في احتياج فعلا للمعيدين، رحنا للعميد قال لنا انتوا رئيس القسم بتاعكم ما بعتش جوائب او القسم بتاعكم مش محتاج. اتصلنا عند العميد وبعد كده صعدنا لامر رئيس الجامعه. هي الفكره ان الواحد بيدافع عن الحاجه اللي هو الفرصه اللي هي جايه له، مش بس لانه محتاجها ومش بس لانه هو حابب المجال ده، لا بس عشان خاطر ان احنا لازم نخدم البلد دي ولازم نقف معاها ولازم نبنيها، مش لو مش احنا اللي هنبنيها مين اللي هيبنيها؟